ورشته صغيرة بسيطة في تفاصيلها، كل ركن منها يكاد ينطق بألوان الفنون المصرية. بينه وبين معداته اليدوية قصة طويلة من الذكريات مع كل قطعة فنية صنعها معا. إنه العم غالي، الفنان الثمانيني الذي يملك في جعبته أكثر من 50 عاما من الإبداع. أنا بحمد ربنا على إن المهنة دي فعلا يعني بتدي طولة العمر، لأنك أنت باستمرار نشيط. فكنت بشوف الكلام ده مع الله يرحمه أبويا والدي، وهو أساساً كان عنده حاجة أنا ما شفتهاش في حد فنان لغاية دلوقتي. إيه هي؟ إن هو كان بيرسم من الذاكرة. قعد مع سيادتك مثلاً دلوقتي بعد سنتين ثلاثة تقول له فاكر الأستاذ فلان اللي كان قاعد معنا في اليوم الفلاني؟ يروح جاب ورقة وقلم ورسمه هو. مجسماته الخشبية منقوشة بأزهى الألوان، ورسوماته تصطف جنبا إلى جنب. ذهب العم غالي في تصميماته إلى أبعد مدى في عبقرية الشخصية المصرية الفلاحة ورجل المزمار وبائع العرق سوس وعربة الفول وغيرها من الشخصيات التي أبدع في صناعتها. قابلتني بقى مشاكل حاليا شديدة. إيه هي؟ مشكلة التسويق بقى صعب جدا، ارتفاع الأسعار علينا في الخامات والبويات. ورشة العم غالي بمدينة الزقازيق تعتبر مقصداً لكثير من الزبائن وأصحاب الشغف لتعلم هذه المهنة، ورغم صغرها إلا أنها تكتنز بالحكايات والأسرار الفنية التي ما زالت عالقة في ذاكرة العم غالي صاحب الشخصية الفنية النادرة. كريم صبري، مصر جديدة، ETC.